قبل الجمعيه باسبوع بقيت عضو في الجمعيه العموميه اللي ليك صوت في الانتخاب. كل الانديه بتدي سنه. تاني يقول لك عشان تدي صوتك لازم يبقى مر على عضويتك سنه. لا، لو مر على عضويتك اسبوع ومسدد التزاماتك الماليه هتخش تدي صوتك. ليه سنه؟ يا راجل بقيت عضو في النادي ومسدد التزاماتك الماليه، ليه اعذبك قعدك سنه عشان تمارس حقك في اختيار اللي يمثلك؟ او تحضر جمعيه عموميه تتكلم عن بنودها وتناقش بنودها. يبقى اذا خلاف اخر بيننا بين اللائحه الاسترشاديه او اللوائح اللي اتعملت في كل الانديه، ان العضو الذي يسدد اللي يشترك في النادي قبل اسبوع، تاني قبل اسبوع من عقاد الجمعيه العموميه، سواء جمعيه عموميه فيها انتخاب او غير انتخاب، في هذه الحاله اذا كنت مسدد جميع التزاماتك الماليه من حقك تنزل تدي بصوتك. في العضويات يمكن اول نادي حط في لائحته لمجلس الاداره منح العضويات العامله لاسر شهداء مصر الابطال من رجال الشرطه والجيش بلا مقابل، تكريما لهم وعرفانا بجميلهم على شعب مصر العظيم. يمكن اول نادي يدي العضويه العامله مجانيا لاسره الشهيد، سواء امه او والده او زوجته او ابنائه، مجانا. احنا دايما بنتكلم عن الشهداء ودول ضحوا من اجل مصر، تمام. احنا عملنا لهم ايه؟ اقل تكريم ليهم يبقى ليه عنده عضويه عامله مجانيه لاسرته، اب ام زوجه ابناء.